كبة البرغل حبايبنا، كيلو البرغل نخلي له نص لتر مي يشبع زين، في حال ويثرم أثناء ثرم طبعاً البرغل إذا كان حبة خشنة نقدر نطحنه بالمكينة حتى يصير عندنا تجانس. في حال شفنا العجينة أنه ما متجانسة قبل عملية التقريص والفتح والفر نقدر نضيف القليل من أيضاً الجريش الناعم. طبعاً الكون يا أبو زيد العجينة قبل ما تبدي فتحها تقدر هنا المقلوبة بلشت عندنا تغلي نقدر نغطيها الآن. نصي النار شوية. طبعاً تقدر يا أبو زيد في ما يخص العجينة من تلزمها بيدك تقدر تشوفها أنه ما يظهر بها أي فطور. فإذا وصلت لهذا المستوى أثناء العجن بعد إضافة المي وقلنا العجن ناعم وما يصير عندك تفطر بالعجينة معناها عجينتك تمام التمام، وورمت تكبكب الكبة تطيها مجال ترتاح أو تخليها بالبراد مو مجمدة براد مدة 10 دقائق وبعدين تقليها وألف عافية. ونورتنا وشكرا لاتصالك يا أبو زيد.